بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل شرع لكم من الدين ما وصى بنوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر مقتا على المشركين ما تدعهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. والصلاة والسلام على رسول القائل بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وعلى آله وصحبه خيرة الأمة وهداة الأئمة ومن عمل بشرعه إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اعلم رحمك الله دوبا بعد كنا أجت بيكي رحمك الله ربي رحمة سياقلو أنه يجب إمبارتوني وجب جتا بيك علينا الرد تعلم أربع مسائل. مسألة أفر براتون بيكو واجب جتا بيكي. الأول العلم وهو معرفة الله تبارك وتعالى. إني درا بيكو لرب بيكو لا ومعرفة نبيه نبي محمد نبي محمد بيكون أم ومعرفة دين الإسلام دين الإسلام من نبيكون بلا دلة كان هندمه دليلا بيكون دليل دي علمي داما ديني ربي نتكتو مالي كان محمد رقمته مالي جنة بيكون. الثانية العمل به لما سنمو ست وجهتك بيكتراوتي. الثالثة الدعوة إليه سدي سنمو ست وامو لقرسا دعوة قلو. الرابعة الصبر على الأذى فيه أذى سكي ست رقم رت صبرو أذى نرقم مالي الرفمت مال جت دعوة رت قواهد دون ما رقم أكون دوم رت صبرو بيلو تريبت. والدليل فيه قوله والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دوبا دليل لكنا الأمال جنان. والعصر عصرنا ككرج الله تعالى قسم الله تبارك وتعالى بالعصر: إن الإنسان بني آدم قوتم تنه لفي خسر لخسر في خسارة عظيمة كسجرا. إن مالي إلا الذين آمنوا وركك بك السبا سر أمان مالي وعملوا الصالحات وأنهج خيره كنهجة طاعك نهجة مالي وتواصوا بالحق حقتك والأمرا وتواصوا بالصبر صبرتك والأمراني. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ربين ودوكا بوسور أبوتاتي مكقبرني ساتيف سورة والعصرية نمالي ودوبوس مالي لبين جيسساني مالي وانا بالباتشز قوت ما دبتي ودين التوام دبتي إرت الصبر وقدتي عملا صالح حجة دبتي ونفنجر جده. قال البخاري رحمه الله تعالى: جزيت الكفرة صفاء فرتمشن الرتمال جده باب كنوري فولا فرتمشن التججو. باب العلم قبل القول والعمل. باب انكم والعلم ودبت ودوكن أفان دبت ودون هجة اندرتي. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمن واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل. علم جمر الله تعالى نجد أن درتي إرحم يعلم رحمك الله بيك أمسا. يجب أن يجب على كل مسلم ومسلمة إسلام الرتي سلمين مسلمة الدرتي واجب جتا بيك تعلم هذه الثلاث مسائل. مسألة سدين تنبيك والعمل به نشد أن هجتو. الأولى أن الله خلقنا ربي نخلق يجرى ورزقنا نرزق اجر ولم تركنا هملا اكنا نغتين نديفن ديد متغن نديفن نكونوري نخلقين ورزق امو بل ارسل لنا رسول ترغ اجر اكسات نديفن اكسال ودوتاني مو دنيا ندغن نديفن وانيا نوغدي وان دغن نوغدي النبي نترغ. فمن اطاعه دخل الجنه نمر رسولكن امر سا مرحبا جري دخل الجنه جنة شينا. ومن عصاه دخل النار نمن من بخلف بالدشينا. والدليل قوله تعالى: انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا.
وإن أرسلنا نرجع نجد إليكم جرك سنتي أمة محمد رسولا إرجما نبي محمد سنتي إرجنا شا رسولا إرجما شاهدا مسيرك عليكم سنم مسيرك كنت وجد شورا بر يو عبادة وجدت أنك سنيه سنيف مسكرو كان موجا كان سيرتي مسكرو كنت جيتشا كما أرسلنا كإرجنا جر لا فرعون رسولا أككون فرعون رسول إرجنا جرو فعصى فرعون رسولا فرعون رسولا خلف فأخذنا ثقم أخذا وبيلا كبيس جبا سكمنا فون اعتبار تسغرك أني جل جيتشو ساتبار سورة المزمل آية كنوري الكفر تدبتيجو آيات الكفر تدبتيجو والثانية أن الله لا أرضى أن يشرك معه في عبادته أحد ربي ننجالتو نمتك لست شرك عبادة سكست لا ملك مقرب ملائكة ست آنته ولا نبي مرسل نبي رقماته والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا مساجد نتنك ربيتي مسجد ربي كست نمتنا ربيتي شركنا لا سورة الجن آيات أسديت الردبات جنان مساجد يجوم مسجد ربي كيستي وأنا بن عبدنا لا كتابوتا قوتن عبدنا لا هذا تفسير والتفسير الثاني دجي ربي تنقوتم تن مسجد مشيري دجم ربي رتيسني نما تقولن عبدنا اسم ليلة ننجل يجوم الثانية أن من أطع الرسول وحد الله نمر رسول مرحبا جن أمري سهل أبو لي وحد ربي تكجوم سيلا جز له إساف بك أموالاة من حد الله ورسوله نمر ربي خلف رسول خلف كنوري موالان جالتون هم بكأوا فيه نصرون انتهوا ولو كان أقرب قريب ردنا ما ستيانوا الرئي ستيانوا اللي تجيشا والدليل قوله تعالى دليل كنا كنا تجد ربي قلت فلا لا تجد قوما يؤمنون بالله اليوم الآخر لا تجدنا قر تجد قوما جماعة يؤمنون بالله ربي تكونوا كنمنا واليوم الآخر قيام مجرس قيام كامت كنمنا يوادون من حد الله ورسوله جالتني أقرتنا ربي في رسول خلفه ولو كانوا آباهم ودو أباسان اللي تهي وأبناهم ودو إلمان اللي تهي وإخوانهم ودو كنوا بلجين اللي تهي وعشيرتهم ودو كنوا ريك وسسفر اللي تهي جساتبار ما شاء الله أولئك جركوني كتب في قلوبهم الإيمان والرقا كان جالتو لبكون والرب القلب ساني كستي كتب جرقا سجدشو لابر وجب سيسي واجدهم كان إسان قرقاري بروح منهم كنو قوة إسات كان إسان قرقاري جدشو لابر إيمان قد كان إساني كن جدشو ودخلهم كان إسان نقمو جنات تجري جنتي ياتو كان تات من تحت الأنهار شجر أنهار لغن كنوري أفرنس كجاو جدشو ساتبر خالدين فيها زلالم جتشيم زلالم كان كيسهم بان جنسن كيستي رضي الله عنهم ربنا جيساني سوجتن الرجالتي إنو جرين تفن ورضو عنه سلمون سان ربي ساني كن الرجالتني أولئك جركم حزب الله جمع ربيتي ألا إن حزب الله جمع ربي سنهم المفلحون ورنجابه الراهي جلي سورة المجادلة آية دقدمي لمر الدبت جتشو لبر اعلم أرشدك الله ربي كنو سيقى جيش لطعتي طعساتي فأن الحنيفية كران كنو رئيفتاتي ملة إبراهيم كران نبي الله إبراهيمي مالي كران نبي الله إبراهيم سنة أن تعبد الله وحده سبيتشا قبرو جيتشا مخلصا له الدين دين سات الراتي وبذلك كانت أمر الله ربي أمر يجري من الناس نمقوت ماهو وخلقهم خلق جرزك نفسا خلقه كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نكون خلق نجد الإنسان نمس والجن جنس خلق إلا ليعبدون نكون قبروا لفملي أجل جيتشو ومن يعبدون يوحدوني أنا قنو تكتشم سفملي وعظم ما أمر الله به التوحيد وأني قدان مربتي أمري مالي التوحيد توحيدتي أمري وهو توحيد جيشان إفراد الله ربتك جمسة بالعبادة تقبروا الآن وعظم ما نهى الله عنه ما نهى عنه وأني مقد ربي الرأوي وهو دعوة الشرك الشركي له دعوة غيره نبي وجين كنوا أبروا قبروا معه ربي وجين نما بلا قبروا وأمتوا جيشا والدليل قوله تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ربك سنقبر لا ولا تشركوا به شيئا ستكون ريتك كل ما وانت كل شركان قلنا لا أجل إجساتبر
الأصل الأول أصل ندرادا ما الأصول الثلاثة أصول الثلاثة متتما لشيني ميش من التهمي جدي التي يجب على الإنسان معرفة أشي بيكون كوجب كونتاتي فقل جدي معرفة رب معرفة رب ربا قربك ربي في بيكو رجدي جدي ودينه دين سابيكو ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم نبي محمد مرقماته بيكو أصل الأولين كان مسل إن درانا كان جدشا فإذا قيل لك قاسين جدامي من ربك ربك أن يقاسين جدامي فقل ربي الله الذي رب فقل ربي الله رباني وربا جميع العالمين ربي كني ربي كي سني كنوري كان أنا قبر قاسين كان قدسي كان جراجسي وان جميع خلق من دمو كان جراجسي جوساتي باري ربي جيشون كنوري كنوري أبدا ما كنته أبدا ما كي أبدا ما جميع الناس جيشون أبريني بنعمه نعماسات كنوري وهو معبودي نكونوا أبدا ما كي ليس لي معبود سواه اسم لينا من قبروا هنكبوا وهو الذي جيتان جيتشسني رباني كونو كنجراجسنا قدسي وربا جميع الناس نمقوتمو كنجراجسي جيتشسات بني عمين نعمة نعمتي نعمة ساتين وهو معبودي كونو ري أبدامان كي إسا كان قبرمان كي إسا اسمان قبرا ليس لي معبود سواه نمنا قبر اسمان سأنمال اسمان لنا مقبرهن كبو والدليل قوله تعالى جيتش ربي التيتي الحمد لله رب العالمين جيتشسات بر الحمد لله فارون كنوريك الربيت رب العالمين ربي علم هنداك انتهجت رب سني وكل ما سواه ونسم لجرقوت تنو عالم عالم جدما وأنا واحد من ذلك العالم أن عالم كان راتوكو كنوري معبودك يا كنت ما فو معبودتي معبودك يا جري دليل ساكنا وإذا قيل لك قاسين جدني بما عرفت ربك ربك مال بيت قاسين جدني فقولا بآياتي ومخلوقاتي آت ساتنا بيك مخلوق ساتنا بيك جدي ومن آت الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما يو ربي مال بيك تسين جدني آت ساتنا بيك جدي مخلوق ساتنا بيك جدي آيات سر مالي أنساتك الليل والنهار الكني في قجالة فكنا فولي كنوري دكونتي قرقشو دكونا سنفولي فتقرقشو كنو ما ننبيك يا تربي تيجي أما ما نيد أنسا مالي مخلوق نساسون أي ما إنيمو مخلوقاتي كان جنسوني الشمس والقمر أدوتنا جي أكانا كان هنددي رمني كان أكغفتا كان أولي قجان هندا كان ديمتو كربين ولافسي لا تسجدوا للشمس أدوف تسجد نقولنا ولا للقمر جافز نقولنا واسجدوا قدار لله الذي خلقهن ربي سن خلق يقول أملي أدوف شأدوف كنو رجاف نقولنا سجودي يجري جالبر إن كنتم إياه تعبدون يكنس أبدا تاتني سورة الفصلة آية كنو ريس الدم يتربر الدبتي وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبوا حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق ولا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن ربكم الله الذي رب كسر رب كسني بري الذي خلق السماوات والأرض ذاتي تربان خلق اسمي تربان خلق يجده الذي خلق السماوات اسمي تربان والأرض ذاتي تربان خلق في ستة أيام في ستة أيام قيان جاكيس ثم استوى على العرش الشرتي كان قد جده على وارتفع الشرتي أول كان تهجي تشولا بر أول كان تهي رب كبائن من خلقه كنوري استوى على عرش بان من خلقه عرش الرتي قد جده خلق سر ربا انتهي جيكو سر رتي استوى استوى ارتفع الرتي قلته جنة جيكو دابر مالغا ربين كنوري مع عرش الرتي استواتهم كنوري معلوم اني والكيف مجون اكاتنا موسى ولا اللمال اكامتي عرش الرتي قد جده جنة جيكو قد جده بيكما لكن اكاتنا قد جده ولا اللمال جيكو ساتي بر ما شاء الله تبارك وتعالى.
ألا له الخلق ولا له الخلق خالق كان أن يتكون مساتي ميت الأمر أمر يتكون مساتي ميت تبارك الله رب العالمين خير يكون ريجي ترير الرندامي رب العالمين على أبا عالم كان هندا كان تربي سني سورة العراف آية كن ري شنتمي أفرتي دبتي والرب هو المعبود ربي يجو معبود إني قبر ما لا والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون دليل لكنا مال يا أيها الناس اعبدوا ربكم ربك إسان قبر أجل الجسات بر الذي خلقكم إسان خلق إسان والذين من قبلك ورسن درج رزق خلق إسان لعلكم تتكون وقسا قبرتنا موسى صداتني كنافه أما وقت كينيا الموت جرا أما كنوري بقنا بودة ديبنوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي جعل لكم الأرض فراشا ربي كسن دسني كان دتش فراك الفراش كسني قد مالي أول سنين آتو سنجلا قد انديم تكم فراشت كانت يتي كان سني تيس كان قد ربي سن دسني والسماء بنانا منا كان موما سمي كان أكت عرا كان سني قد كانوا سن رتك كانوا من نقوم سني تقاد سيسو ليلا ونهارا أبدا وأزلا وأبدا ربنا سجيت هاي السنة وأنزل من السماء ماء ربنا موسى بسانش سنير وبسني بوس برسميرة ماء بشان فأخرج به فأخرج كم مجرس به بسببه سبير وبسنيت من الثمرات في لهن دكن سني مجرس رزق لكم رزق كنوري سني قرودا في أكنياتني وفتني لقدني فكان سني قل جيتان سجيت هاي السنة فلا تجعلوا لله أندادا إسارة أنداد شريكان قلنا لا مثلنا مسفكاتو نظيره كهرياسا ان قلنا لا اسا بيتش عبدا لا شركات ان قلنا لا وانتم تعلمون والحال وانتم تعلمون ذلك دو بيكتني تكتوسا لا كان نعما كان سيقول دو بيكتني شركات ان قلنا لا سورة البقرة آية اقدمي لمرة دبتي وقال ابن كثير جد اسمه اسماعيل جد امام مال جد رحمه الله تبارك وتعالى الخالق لهذه الأشياء جيتان كن وان كان خلقه هو المستحق للعبادة عبادة كان قدرتي سمان إسودون أن جيتان كن خلق جرو أكم مخلوق وان خلق نوري مكسوف دينك من عبدان جيتو ساتبر مكتئ لكاتي وم في لهاتو أكم من عبدان جيتان من أكون رفتنيتي جيتاس الرزقاتي سمي كان كانتك بناسين يقول إكنا وأنواع العبادة التي أمر الله بها أنواع العبادة أمك ربي تنعبد أجل أمري مثل الإسلام كسلمنا تبر والإيمان كإيماني والإحسان كإحسان شيني سديشين ومنه الدعاء ودعاء الكنور ومن ربي تنعبد أجل الراه والخوف سدانس والرجاء كجلانس والتوكل كتونس والرغبة كجلانس والرهبة سداتونس والخشوع زوار مكر سداتونس جيجوسات باري والخشوع باطني صداتني جيجسات والإنابة ديبون والاستعانة غرغرس بربادونيس والاستغاثة مجنفتونيس زمان جيجا والاستغاثة مجنفتون والاستغاثة ديرمتو بربادونيس والذبح قلونيس والندر كنو قدا قلونيس ما في جيجسات كان أنا ما بيقونان شركين لفتكنوا مسات كنن دمتنوه وغير ذلك كان ملجر كان تجيجسات بري من العبادة التي أمر الله بها عبادة ربك نوريت عبد جدا مرر كان هندمان شركات تقولوا دبودا جيتشم كل هندم شيتي كل هندم تشيتوا لله كان مربيتي والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وان المساجد لله مساجد كن مربيتي فلا تدعوا مع الله احدا رب وجنمة كل قبرنا دا سورة الجن امس اكل سديت الرتي من صرفنا منك إن منها وانا مدبنتنا الراشية وان تكنا منك إن لغير الله ربي في ملي فهو مشرك كافر مشرك إني كافري استعاذاته استعاناته ذبحته كنا وان مدبنا كنا رون نعمة تكوف كنا نملك مشركة تججو ساتبر والدليل قوله تعالى دليل كنا جج ربي ولتته ما يدو مع الله نمر رب جن عبد إلها آخر ربي براد على برهان له
كنور دليلا قبله دليلا كنساف انجروا به عبادة سنواسا عبدوتي دليلهم قبو بلا شمالي جيجو النفس مالي فإنما حساب حساب نساء عند ربي ربي سبيرت قنق وما نساء ربي بيرت سقمقما ما نساء ربي سقمقما إنه شأن الله أفره الكافرون كافر نجاهم به كافر نبداتها قنا قمقما ما إيجي تربي ملينا برعبد سنجد إيجي إيجي قنا ربي سقافة ما شاء الله. سورة المؤمنين سورة المؤمنين آية لبافسة كل أسد يترت دبتي جوساتي بر. وفي الحديث والدعاء مخ العبادة جل الدعاء مخ العبادة جل حديثة دعاء نمور وك عبادات جل جزات بر ما شاء الله. والدليل قوله تعالى وفي رواية هو العبادة جل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم نكرد آدم هربان سنين جل إن الذين استكبروا من عبادته نمن سكرتور تكبرت جزات بر عن عبادته نقبرون أنا عبدور نكرتور سيدخلون جهنم إن شئنا بيد جهنم داخلين تذى مذلم ذى متذللين تئناتني بيد جهنم شئناني سورة الغافر آية 6 جاءت جهرت دبتي. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافهم وخافوني نسان سداتنا لا مشركوت سداتنا لا وخافون المصدات لمن صدات لا إن كنتم مؤمنين يرؤوك كنوا كنت أمن تنتاتني. سورة آل عمران آية كل تربر الدبتي جيجو. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان نمتجته يرجو كجيل كان كجيل نمنته لقاء ربه دؤيتاً كنا قيتاك يا والقاجج نمن كان كجيل تاتي فليعمل هجة عمل الصالح وجينك هجة جيتش الأبر ربي تأمنه قراوتم وجينك هجة توتي ولا شريك الشريكان قرن بعبادة ربي عبادة ربي ساتي أحدا نما تكل. سورة الكافي آية لبا في تكر الدبتي جيتش. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا رب مرة توكل على نبرة توكلنا لا وعلى الله جج فتوكلوا على الله جن فتوكلوا على الله دوك جن تات اين يرت جشن رفوف حصر فاجد يشو ربركني تقدم المعمولين حصر فاجد لأن تقدم المعمول يفيد الحصر معمول جن كني وعلى الله كني فتوكلوا كنتر الرأس دبرسون كني اسمالي وفتوكلوا توكلا اين يرد اكنجلام وعلى الله رب مرات فتوكلوا سمنا توكلنا جيجو ان كنتم مؤمنين يرقى مؤمن تاتني جيجو ساتبر ما شاء. سورة المائدة آية دقدمي سديرة دبتي جيجو ساتبر. ومن يتوكل على الله نمن ربي تركتي ربي تفكني فهو حسبه وكافي سقافي نبنم أبي تسناجم سيسو سبحان الله. سورة الطلاق آية سدير الدبتي. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إنهم جر مؤمن تسن جر سنبري كانوا يسارعون في الخيرات التعريفة خيرة التعريفة وجة جل ورا يدعوننا نكرتنا مرغبا رحمتك جيلاتي ورهبا أم عذابك صداتاتي وكانوا لنا خاشين صداته الإنسان الله تعالى نكنا جل. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني جرا صدات أنا مصدات جل. سورة القمر سورة البقرة آية لبا في شنت من ردبتي. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم ورب ربك سنقرقلا وأسلموا له أمري سبتك النردار إذا أمري سجلب تماجد. سورة الزمر آية كنو شن أفرتم شنت من أفرت دبتي جول أبر. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين نعبد إياك تريك أدول غير القرآن تاتي ما ألفا ما اسمع مولود برسو نساء لا نعبد أينيو أكجيكو أينيو أبدا أكن جنيفي إياك سوما نعبد أبنا جيكا ولو كان غير القرآن نعبد إياك جيكا منهم نعبدهم في لما مع أنكم معمولة معهم مولود برسو بكندته يفيد الحصرة يسردي قبابسون فجدا جيكو ساتبا ما شاء الله تبارك وتعالى. وإياك نستعين أكما كان كنس نستعين بإياك جيتشاتوري
وإياك سهمان نسن غرغر سبربانا نما تكون غرغر سبربانا سهمان من غرغارو سورة الفاتحة يا شني ردبت يجو وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله أو غرغر سبربا درب من غرغر سبربا دي النبي كن عليه الصلاة والسلام ودليل استعادتي قوله تعالى نما جنفتو لا قل أعوذ برب الفلق قل جري يا نبي محمد أعوذ نما جنفت برب الفلق كنو غيتا كنو برب الناس تما جنفت جدي ملك الناس كنو ملكا نمه دا كانت يجساتي باري موتي من بني آدم قوتو كانت يجسا مالك وجن نمو عرفو تداني كنو إما لكا كانت يجن مالك وجن موتي كانت لمنينو إنما هندل فيه وقراتاني سبعيتاني ودليل استغاثتي قوله تعالى نني دغر غار صبر بادن دير مچو بربادو را استغيثن ربكم غك ربك سن دير مچو بربادن فتجاب لكم رب اسنين جدا سورة الانفال آية كن سغل ردبته ودليل الذبح دليل كلام ما قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين دوبا قول جدين إن صلاتي صلانكية ونسكي ذبيك علمكية ومحيا جرينكية وماتي دوتكية لله رب ما رب تكشم رب رتن جرادة تكشم رب رتن دوة تكشم رب رتن مو عبادة سقودك ألا تكشم رب رتن صلاة رب ما تكشم فهم وكن هندو ما قد جدي لا شريك له رب شريكا كنك أمني وبذلك أنت أمر ومرت أمر من جراء وأنا أول المسلمين أنا أول إسلام هنداتي بالنسبة لهذه الأمة نسبة أمتك ناتيني سورة الأنعام آيات إبا في جهة من مرة دبته ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله رب رحمة السراء فقيسون أمتجربي في ملك علي ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر وخافون من كان شره مستطيرا يوفون بالنذر قد آسانهم قوتني ويخافون صداتني يوما قيان يشكان شره مسجر شر رسالة لقد جبات سن صداتي جوساتي باري قيان كيامس صداتني وان نذران كان هنقراني اينيو نمن ارقون جيرو جدنين ايساني وان قد اقران كان هكونوري هنقوتاني افان ارمو كنيات بيك اول لورتي قد اجداما جيتش مالي يو ربي نمت اكبستكينا فجيسكونا اكنا سيقود او كان جدا كان قد اجداما جيتشوساتي بار الاصل الثاني معرفة دين الاسلام اصل الله ميسر دين اسلمنا كان بيكونا وهو الاستسلام لله ربي يكون أمر ربي جل بتموت أتوب بالتوحيد توحيدا جتشاد أبر والإنقياد له بالطاعة طعنا مؤمر سلا وأن نمر هجتني ونور الأوموت والخلوص من الشرك الرفقات وهو ثلاث مراتب ثلاث مرتبة صديق أبايا ما لي أصلين صديق أصلين كنوا لما يساكوني مرتبة درجة صديق أبا أولا الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة الله أركان مرتبة كن قوتن تنورك ركنك أباني يجيو ساتبر المرتبة الأولى مرتبة درجان شندرا فأركان الإسلام خمسة ركن اسمنا لا شان شيني شهادة ألا شهادة خمسة شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله محمد كن ربي تكوش جتي إقرار قرورا أفان كيتين دبتك البيت أنا مو إذ أنت تك أبتو لا وأن محمد رسول الله محمد رقماته جيتشا كان اعتقاد قلو لا وإقام الصلاة صلاة شنان لابو لا وإيتاء الزكاة زكاة وقاست وجب باسو لا صوم رمضان شهر رمضان وقاربات ملتة وقاجة وانين ثلاثين تهيك بعد صومو لا وحج حج قلو لأمو بيت الله الحرام سجن حج قلو لا وحج بيت الله الحرام حجي كنو كعباس حج قرو لا يكن دندي ستاتي يجي ساتي بر كنافه فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله رب أمر يجي ساتي بر أنه شأن لا إله إلا هو أما عبوني أنا ملنجر جديد أمر كنو ريا كنتنا تكجم ساجد أمر هو إني كانت أمري والملائكة ملائكة ممكن اعتقاد قرآن جيساتي بري مرحبا جنين تقبلان أمري سادة وأولو العلم والعلم قبو جيساتي بري قائما قيتان كوني كنوري كسد عدلين لابتها كانت كان عادل تجيساتي ظلمك نسر أنجير ولا ظلم ربك ولا ظلم ربك أحد ربك كنما تقول لك نظلمني لا إله إلا هو معبون لا إله إلا هو معبون إسم له انجيرو هو العزيز في ملكه ملكي ساكي ستي وانجفتها كانت نمت كل ستريها تكون انتان الحكيم في صنعه وجيسادة ما حكمك وان قد كان قوت ما حكمك وان قد كنت كان بلاش كان يقول جسات بري آل عمران آية سدتي متكرر دبته ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده
معنى نشي لا ربي تكم علينا من عبدهم هنجر جيتشو لا شريك له شريكان كنساف انجر في عبادتي عبادة سكست كما أنه أكأني تجل لا شريك له شريكان كنساف انجر في ملك موتما سكستي وتفسيرها الذي يوضحها تفسير الشيء لكن نشي فسيقشو قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سهديني وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وإذ قال إبراهيم وقاكنا نبي الله إبراهيم جل لأبيه أباساتين وقومه جماع ساتين إنني نهباري براء تترى نجرا ما تعبدون وانس ترى أبدا كنا ترى أولا نهيسان أبا نهيسان بسبادة ترى أولا إلا الذي فطرني جيت كنا خالق سملين أبدا نجد نخلق جيت نخلق سن أبا نملين أبا نكون تابوتا أبا نجد فإنه رب سن سهدين نكجي الشكر هذا إسلام النرتي وجعلهم دين دين الإسلام كان نافق لا كلمة باقية كلمة كن هفتو تاتي في عقبه زوريك يا كيست كان هفتو كنت نرتي كن أبا نزوريك يا رت زلالة مكن ديم تكن تاتي لعلهم يرجعون كنوا رجع جيتا كدي بهاني في جيت ساتبر سورة الزخرف آية صدمي سديت الردبتي كنو قاما وندروس التبرا سندبر سنو توحيد الرا راك توحيد كنو جمر جيرا سورة ثلاثة أرمرتنو الأبتا أما كنو ري برو الجنة إن شاء الله تبارك تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.